رينيجيد هو من الخيارات يلي أطلقتها جيب بنهاية سنة 2015 لتنافس ضمن الاس يو في الصغار ويلي بتنباع بسعر منافس. ولسنة 2019 أطلقت جيب النسخة المجددة من هالكروس أوفر العصري بمحاولة من الصانع للجمع بين قدرات العبور على الطرقات الوعرة والتصميم يلي بيستهدف الاستخدام داخل المدن ضمن هيكل بقياسات محدودة. الشكل الخارجي خضع للتعديل خاصة على مستوى شبكة التهوئة الأمامية يلي صارت أعرض وبتتمتع بطابع قريب من الكروم، والإضاءة الأساسية يلي صارت تستفيد من تقنية LED للإنارة وعاكس الهواء بالأسفل يلي صار يحمل بالزوايا الإضاءة السنوية الخاصة بالقيادة بأجواء ضبابية. وبالجهة الخلفية تعدل شكل الإضاءة ومخارج الإكزوست بالتزامن مع إضافة مسكة عملينية لفتح باب الصندوق. وحافظ التصميم على النفس الكلاسيكي لسيارات جيب بالتزامن مع توفير طابع عصري على مستوى بعض الأشكال وطابع انسيابي لكتير من الخطوط. وطالت التحسينات داخل مقصورة جيب رينيجيد 2019 تصميم لوحة القيادة وخاصة الكونسول الوسطي يلي استفاد من شاشة عرض أكبر من السابق، إضافة لتعديل مجموعة من زرار التحكم. والتعديلات سمحت بزيادة عملية الاستخدام مع قدرة على التواصل مع أنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، ومن الممكن الاختيار بين مجموعة منوعة من الفئات وبالتالي من التجهيزات القياسية والإضافية حسب الرغبة. ومن الملاحظ أن المصممين عطوا أهمية للتفاصيل مع حرص على استغلال كامل المساحة الداخلية وعلى تعزيز عوامل الراحة بشكل عام، إضافة لتوفير صندوق تحميل بسعة كبيرة نسبياً. وميكانيكياً، ومن بعد ما كان جيب رينيجيد متوفر بمحركات بنزين سعة 1.4 و1.6 لترات وكمان سعة 2.4 لترات بقوة 180 حصان، تم تزويد النسخة الأحدث بمجموعة جديدة من المحركات تتميز بسعتها الصغيرة، مع العلم أنه بعضها بيتمتع كمان بقوة حصانية مرتفعة. ومثلاً من الممكن بحسب الأسواق اختيار محرك 3 أسطوانات بسعة لتر واحد بيولد 120 حصان، أو محرك من 4 أسطوانات بسعة 1.3 لتر بيولد 150 حصان، وبيتوفر كمان بفئة تانية بقوة 180 حصان بفضل نظام توربو بضغط أعلى. وتعتبر هالمحركات قوية ونشيطة نسبة لحجمها ولساعتها، وهي اقتصادية كمان، ولكن من دون ما تكون نسب استهلاك البنزين كتير منخفضة ومع تسجيل هدير دوران مرتفع ببعض الحالات. وعلى الطرقات الوعرة بيتمتع رينيجيد بقدرات عبور مهمة تسمح بتجاوز مجموعة كبيرة من العرائيل ومن المسارات الصعبة بشكل لافت ضمن الفئة يلي بتنافس فيها. ومن ضمن مميزات أداء جيب رينيجيد 2019 إنه بيتمتع كمان بثبات وبتماسك عالي على الطريق بغض النظر عن السرعة، وحتى داخل المنعطفات القاسية أو في حال تبديل خط السير بشكل مفاجئ. ومن بين التجهيزات يلي صارت متوفرة قياسياً كاميرا تصوير خلفية بتسهل القيادة للخلف داخل الأماكن الضيقة ومن دون الخوف من أي اصطدام. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.